عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك في التتويج ديال المنتخب الوطني المغربي داخل القاعه؟ والتتويج ديال المنتخب الوطني المغربي فوتسال كان منتظر ومستحق، لان المنتخب الوطني المغربي قوي واطار وطني كبير اللي هو هشام دقيق، والفوز بكاس افريقيا ثلاث المره الثالثه على التوالي، تاهل المونديال المره الرابعه على التوالي، وان شاء الله غادي يكون اول لقب عالمي ان شاء الله، غادي نجيبو كوب ديال ان شاء الله، وغادي نفرحوا جميعا ان شاء الله، لان كنثقوا في هذا المنتخب ديال الفوتسال، كنثقوا في الاطار الوطني ديالنا، ان شاء الله غادي نفرحوا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. الرساله ديالك للاعبين والمدربين؟ الرساله ديالي هما عارفين احسن مني، وتبارك الله عليهم، المهم فرحونا وشرفوا المغاربه، وان شاء الله يطلعوا للبوديوم وتتويج، ونفرحوا جميعا ان شاء الله. الحمد لله التتويج يستحق المنتخب، تبارك الله اليوم قدموا اداء اللي واعر صراحه، شرفوا بلادنا، هزوا بترابو البلاد في كاع العالم. ان شاء الله هذا العام الكوب دي موند على حسابنا حنا اللي غنديو ان شاء الله. كاس افريقيا دينا ثلاث المرات متتاليه، مازال غنزيدو ان شاء الله، باقي الخير قدام ان شاء الله. رساله للاعبين والمدربين؟ كنبغي نشكرهم بزاف، وان شاء الله يكملوا في هذا المسار اللي بادين عليه، وان شاء الله نشوفهم احسن حاجه، وفي كاس القارات نشوفوهم حنا كاع في شي كاس ما كايناش، ويديو ان شاء الله، وديما مغرب. صراحه فرحنا بزاف بهذا الانتصار اللي حقق المنتخب الوطني المغربي داخل الصالات بقياده الرجل المحنك، الرجل الذي يعمل في صمت، الراجل اللي ما كيتكلمش بزاف، والحمد لله كانت نتائج. وكنظن ان هذا النجاح سببه الرئيسي هو ان هذا الميدان باقي بعيد على الصماصره، باقي بعيد على المشاكل، عكس المنتخب الوطني المغربي لكره القدم اللي كتدخل امور عديده، يعني من غير اختيارات اللاعبين، من غير المدربين، هذا سبب ما خلاش حقوا كاس افريقيا لكره القدم. كنتمنى من لا من الجامعه ولا من الناخب الوطني وليد الركراكي ياخذوا المنتخب الوطني المغربي داخل الصالات كعبره، ونحقوا ان شاء الله كاس افريقيا الثانيه بطبيعه الحال في جميع الرياضات. رساله لهشام دقيق واللاعبين على التتويج هذا؟ اذا بالنسبه للمدرب هشام دقيق واللاعبين كنحييهم بزاف، لاعبين في مستوى عالي كيستحقوا يلعبوا في اعلى واحسن الفرق العالميه. ودقيق بالنسبه لي كمدرب فهو ناجح، ولكن اهم من هذا الشيء فهو كنلاحظوا انه انسان، الدليل على ذلك الطريقه باش تعاملوا معاه اللاعبين منتخب ليبيا في نفس النهائي. كنتمنى ليه مزيد من النجاح، وكنقول ليه من هذا المنبر الله يوفقكم، وان شاء الله كاس العالم تجي للمغرب. بالنسبه للتتويج هذا لابينه تضاف الى اللابينات اللي قدمها المدرب دكيك، وبالمسانده ديال مسيو فوزي القجاع، والى الامام ديما، الى الامام. رساله ليهم جوج بغيت تقول لهم؟ رساله ليهم ديما ان شاء الله، من نصر الى نصر، وعندنا وليدات، عندنا وليدات يعني في المستوى الجيد، وان شاء الله الى الامام. تبعتي المباريات، يعني كيف جاك المستوى ديالهم تبارك الله؟ المستوى كاين، ولكن المدرب الدكيك تيبان لي طموح بزاف اكثر من اللازم، باغي شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي قدموه في هذا الدور. كتشوف باللي راه رابحين بثلاثه لواحد، وتيغوت وتيدور هنا وتيبروفوكي الدراري، وباغيهم يزيدوا، مازال يزيدوا، لان مشاو بعيد لابد عاوتاني يوصلوا لشي حاجه الفون. التتويج الحمد لله اللي فرحنا وفرح المغاربه كاملين، وتنبغي نشكر هاد اللعابه على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها، ماشي اول مره، ففي اي منافسات كيشرفوا الرايه الوطنيه، والحمد لله ديما مشرفينا وديما مغرب. الحمد لله. كيف جاوك المباريات اللي قاموا بها في هذا المباراه في هذا الكاس الافريقي؟ الصراحه انا شاهدت مستوى رائع، وكنبغي نشكر المدرب، وكنبغي نشكر حتى الجمهور دائما اللي كان مساندهم، وصراحه بهرونا، ودائما هذه ماشي جديده على الانديه المغربيه والمنتخبات المغربيه. تتويج المغرب الوطني فوتسال اخويا يعني اليوم بعدا، وشكرا بزاف للمنتخب، وشكرا للمدرب دقيق، فرحنا فيه بزاف، وتف تتويج تأهل كأس العالم تاهو فرحنا بزاف. شكرا على المباريات كاملين، شكرا للسي دقيق، وشكرا للعابة كاملين، شكرا لكم اخوتي، وديما مغرب وديما حمراء حتى الموت. شنو تقول للمدرب واللاعبين؟ المدرب شكرا بزاف هشام السي دقيق، تنهنيك بهذ المباريات كاملة، وكاع اللعابة سفيان مسرار بزاف ديال اللعابة، شكرا لكم بزاف، وهنيئا لكم اخوتي، وديما مغرب. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.